قلب النابض ديال السياحه على مستوى الجزائر مراكش اللي عرفات واحد يقولوا واحد الرفض واحد الغياب ديال الرجال في السياحه. كيفاش تبان لك الامور بعد هذه الانطلاقه؟ هو صراحه هذا بالنسبه للساحه الجمال هنا شحال هذه ما باقيش شفناها بحال هكا ايام دابا راه عام وشهور هذه الحمد لله بدات الساحه الجمال هنا راه هي بدات تنتعش كي قال تنقولوا بدات تظهر عليها الروح ديال الساحه الجمال هنا والحمد لله راه الامور بدات تحسن حتى الاصابات ديال الكوفيد راه هي الحمد لله راه هي غاديه والحمد لله بفضل الله تعالى وفضل سيدنا نصره الله وحفظه كنتمنى الله تعالى ترجع اكثر من هذه الشهاده وتنتعش كي تنقولوا للاحسن جميع المغاربة الحمد لله بالنسبه للساحه الجامعه دابا كنشوفوا الحمد لله خاص ديال الحلاق باقي الحمد لله كنا نسمعوا كان البارح الجمعه شفنا بانه الحمد لله جات واحد فرحه كبيره بالنسبه للساحه عاوتاني بالنسبه للحلقه ولكن الناس ديال السلطات تقول بانها خاصها تنظم بعدا على الاقل الحلاقيه وفعلا خاصهم يتنظموا حنا دائما مع السلطات دائما حنا مع التنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم هما كنشكر الاخبار الفرجه المغربيه على الاستضافه الكريمه وكنبارك لكم الساحه الجامعه في المدينه. اولا ديال الحمد لله اللهم لك الحمد على كل حاجه صراحة يعني كان هنا واحد وقتين كبير في السنة تقريبا كنت متابع شتاء انا هنا يعني ما هوني كنت نشوف الحياه كنا واحد النهار في الصحه فلهذا بين هنا بين وضح بانه 11 ليل بالنسبه للجنس برودكشن ما خدامش اذا كانت مثلا الحدا كما كنقولوا اللهم لحق الله خلونا ولكن اخويا ملي غادي يسخن الحال وغادي تصعب شويه الناس راه هناك ماكر علاش تكون الوحده ولا جوج الليل وانت بالنسبه لمراكش نكون معاك واضح بانه كما كنعرفوا بان شارع محمد السادس او بعض المناطق كما بما يسمى مناطق اخرى راه تكون فاتحه لاهل مراكش خصوصا الناس الضعاف اللي كيخرجوا بها كيخصوا شويه الهواء كيفوجوا شويه على ريزون حرص يعني لا بد ما تكون فيه الخرجه وتكون كذلك لكن والهدايا فهذا واحد ثلاثي من الركن الاساسي ولا نقصنا منه اي واحد من طبيعه الحال كيخسر امامكم ونتكلم احنا صراحه مفتقدين الحلقه اللي هي الصراحه اللي هي من المكونات الاساسيه والاولى هذا الثلاثي لكن البارح كنا سمعنا بان عاوتاني غادي يرجعوا ونطلبوا من عند الله كما كان دابا الحمد لله بان كنسمعوا خصوصا بحال جهه مراكش تسمع بان 33 حاله راه ماشي هي بحال ذاك الوقت الناس 300 و 400 ونطلبوا من عند الله يرفع لنا هذا الوباء حنا كملاحظين ومراقبين لهذا الشيء صراحه فرحنا في الاول ولكن من بعد كاين بعدا 11 الليل ما كافياش حين باقي 11 الليل كاين شي سالي مع 98 خصوص 8 10 ولا 10 ونص باش يكون في الدار ديالو مع 11 الليل كاين اللي ساكن بعيد تيبان لي انا 11 حتى هي خصو يعاد النظر فيها من ناحيه اخرى ملي رجع سمعنا بان الحلقه غترجعوا كل شيء للاسف استخدمنا بعض ما يسمى بالحلاقية حنا قلنا الحلقة كذا نجيو تنوقفو فيها 100 ديال الناس البارح انا شخصيا كنت ديال اللايف في الفيسبوك باش ندير حاجة عندي واحد لما نسمي لا ما تيرش هكا حنا هذا هما خذلوا الناس حين كانوا الناس جايين على اساس غادي يشوفوا الحلقة وغادي يمشيو ياكلوا ويجيبوا دورة ويمشيو للاسف خذلونا انا بعدا كفاعل جمعوي خذلت اصحاب الحلقة